تاريخ الزمالك. الزمالك تاريخه كبير، تاريخه حافل، تاريخه فيه خبطات كتير، تاريخه فيه فترات حلوه وفترات وحشه. هنتكلم على النهارده مين اسس الزمالك، مين مشي بالزمالك، مين كان افضل رئيس نادي في تاريخ الزمالك، ومين كان اسوأ رئيس نادي في تاريخ الزمالك. هنتكلم عن فتره الزمالك الافضل في التاريخ والاسوأ في التاريخ، ومين افضل لاعب. هنتكلم عن كل حاجه عن تاريخ نادي الزمالك من اول 1911 لحد 2020. هنتكلم في كل حاجه في الحلقه النهارده. فنخش في الحلقه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان، اشترك فعل الجرس عشان تجي الحلقات اول باول، وتاكد ان انت عملت اشتراك وسبسكرايب وفعلت الجرس علشان في حلقات صايعه جدا جايه الايام الجايه في رمضان. فبس يلا بينا بقى، ايه نخش نتكلم ونقول كيف صنع مدرسه الفن. يناير 1911 هنا بدأ تأسيس نادي الزمالك. تأسيس نادي الزمالك كان ساعتها موجود، حاليا المقر اللي موجود مكانه دلوقتي كذا النهر موجود دلوقتي في مكان اللي كان موجود فيه الزمالك زمان 1911، موجود مكانه دلوقتي كازينو النهر. وبقى 1911 جورج بيرسباخ هو اللي كان رئيس النادي الزمالك في الوقت بتاع 1911 لحد 1915. وفي سنة 1913 انتقل مقر الزمالك لتقاطع 26 يوليو ورمسيس الحاليين، مكان شهر العقاري، مكان يعني المبنى بتاع الشهر العقاري ودار القضاء العالي. وساعتها اتغير اسم الزمالك من قصر النيل للمختلط بالنسبة للمحاكم المختلطة اللي كانت رأسها ساعتها سعد زغلول. وفي سنة 1914 كانت بداية الحرب العالمية الأولى، كانت لسه في بدايتها، وكانت الكرة في مصر بترأسها المحاكم المختلطة اللي كانت كلها أجانب، مفيش فيهم أي واحد مصري تماما، وكان النادي الوحيد المصري هو النادي كان نادي الزمالك، وكان لسه متأسس بقاله 3 سنين، كان نادي صغير ومكانش ليه منتمين مصريين غير قليلين جدا. وبالسنة دي كان موجود لاعب مصري عظيم اسمه حسين حجازي. لاعب دوت كان عامل فريق باسمه، فريق اسمه حسين حجازي، وبدأ يلعب بالقوات البريطانية وكان بيقدر يتفوق عليهم. لكن الفريق بتاع حسين حجازي دوت ما كانش ليهم نادي، ما كانش ليهم مكان او كيان ووصف رسمي، كان هو النادي بتاعه بس، كان بيلعبوا ماتشات كده غير رسميه مع القوات البريطانيه. فكان عايزين يجوا نادي، يعني النادي الوحيد اللي كان قدامهم بقى خلاص اللي هم يروحوا فيه كان هو نادي الزمالك ساعتها. وفعلا نادي الزمالك فتح ابواب، او نادي المختلط وقتها فتح ابوابه قدام حسين حجازي واللعيبه اللي معاه او الشباب اللي كانت معاه متحمسه جدا لكره القدم، وفتح ابوابه وانضم حسين حجازي والشباب اللي معاه لنادي الزمالك في وقتها. وساعتها الفتره دي اللي وصل فيها حسين حجازي للزمالك وبدا فيه مصريين كتير في النادي، بدا ان الناس المصريين او الشعب المصري ابتدى فيه اقبال زياده على نادي الزمالك، ابتدى يبقى ليه مشجعين حقيقيين لنادي الزمالك. وكان التحاق هؤلاء اللعيبه لنادي الزمالك كان مهم وضروري جدا في تمصير الكره المصريه، وخلى الكره المصريه مصريه بحت. كان مهم جدا اللعيبه دي توصل نادي الزمالك، ومهمه وضروريه جدا انهم يوصلوا نادي الزمالك. وبسرعه نادي الزمالك اكتسب ليه انصارا لتمصير الكره المصريه، منهم الضابط حسين فهمي اسماعيل، وموظف التلجراف عبده الجبلاوي، والفلاح محمود محمد البسيوني، وموظف التنظيم نيكولا عرقجي، وموظف وزارة الإشعال إبراهيم عثمان نجلة، وابن المغني ساعتها محمد عثمان، ومحمود مرعي، وأمين جبريل، وعائلة سوكي، وعائلة إسماعيل باشا حافظ، وغيرهم كتير. وفي سنة 1916 بدأت كأس السلطانية. وفي بداية كأس السلطانية نادي كان ما بين كأس السلطانية ده يبقى ما بين الفرق المصرية، وكان يبقى ما بين أندية الحلفاء. ونادي الأهلي ساعتها رفض إنه يدخل لهذه البطولة بسبب إنه مش عايز يلعب أندية الحلفاء، والزمالك فضل لوحده في البطولة وقدر ينتصر بالبطولة. لكن في السنة الثانية الأهلي أدرك إن لازم يخش البطولة دي ولازم يشارك في البطولة دي، وساعتها هو والزمالك ما اتفقوش بس إنهم يقاوموا الأجانب، لا هما كمان اتفقوا انهم هينافسوا بعض. وبعد ما اتفقوا على التنافس نظموا مباراتين، مباراه في ارض الزمالك ومباراه في ارض الاهلي. المباراه الاولى كانت في ارض الزمالك في 9 فبراير 1917، وقدر ينتصر الاهلي ساعتها 1-0 على الزمالك، الا ان المباراه الثانيه
كانت 2 مارس 1917 وقدر يحقق انتصار المره دي الزمالك 1-0 على حساب الاهلي. وفي نفس السنه 1917 بدا المصريين معركتهم الفاصله لتحرير نادي الزمالك من ايد الاجانب. وساعتها المصريين اجتمعوا وقالوا ان الزمالك لازم يراجع اوضاعه وحساباته اسنادا ل 12 نقطه، منهم مثلا ان مجلس الاداره مش موجود وما بيتجمعش كتير، والجمعيه العموميه ما اتجمعتش من سنتين، والارض اللي عليها النادي ملك الحكومه المصريه والايجار انتهى وما اتجددش، وان اعضاء مجلس الاداره كلهم اجانب، وما فيش اي سجلات للنادي غير في مكتب السكرتير البلجيكي شدوا رئيس شركه بولاك، وما فيش ولا حسابات ولا قصاد البنوك ولا في حاجه للنادي، وحتى النادي نفسه ما فيهوش غير ملعب كره قدم وملعب تنس وغرفه صغيره تغيير الملابس وحمام، واسوار النادي القديمه محاوطه باعلانات، والزمالك اصلا ملوش حق ان يعمل اعلانات على اسوار النادي بتاعته. وبدأت المعركة، والمعركة ما كانتش بس انها تخلي الزمالك مصري او تمصير الزمالك، لا دي كانت المعركة راهنة وبيرهنوا انهم هيمصروا الكورة المصرية كلها. واجتمعت جمعية عمومية في شارع الشواربي، والجمعية العمومية قررت سحب الثقة بمجلس الادارة واجراء انتخابات جديدة للزمالك. وانتخاب مجلس جديد مصري بالكامل كان مكون من رئيس نادي الدكتور محمد بدر ومصطفى حسن وكيلا وابراهيم علام امينا للصندوق، وباقي الاعضاء كان نيكولا قرجي ومحمود بسيوني وحسين فوزي والكابتن حسن وعبدو الجبلاوي، وباقي الاعضاء كان نيكولا قرجي ومحمود بسيوني وحسين فوزي والكابتن حسن وعبدو الجبلاوي. وعقد مجلس الاداره اول اجتماعاته، وكان اول حاجه تجديد النادي باسم رئيس النادي الجديد وتقديم بلاغ للنيابه باختفاء سجلات النادي. وساعتها النيابه استعادت السجلات من مكتب مسيو شدوا وتم تحريزها، وكمان تم طلوع بطاقات جديده للعضويه. وفي ظل بقى كل الخطوات دي وكل الاجراءات دي كان موجود 20 راجل شداد جدا من بولاق، وكانوا محاطين النادي وكانوا بيدافعوا على النادي ومش عايزين مصريته تروح. وساعتها دخل وزاره الداخليه ومستشارها الانجليزي، ولكن المصريين ما استسلموش وما ادوش الاجانب الزمالك الجديد. ونجحت اول معركه لتمصير الكوره المصريه بفضل الزمالك، ومن ساعتها مفيش ولا اجنبي ولا خواجات في الكوره المصريه. والزمالك فضل مصري من 1917 وتتوالى عليه رؤساء المصريين وتتوالى الى ان جينا 1941 والزمالك خد حق الرعايه الملكيه من ملك مصر ساعتها هو فاروق الاول، وساعتها اتغير اسم الزمالك لثالث مره الى الملك فاروق. وكان في وقتها سنة 41 كان محمد حيدر باشا هو اللي كان موجود رئيس النادي لحد 1952 لما جه رئيس نادي تاني وهو محمد شوقي. ومع ثورة 23 يوليو سنة 1952 اتغير اسم الزمالك تاني، والاسم النهائي بقى وهو نادي الزمالك. وكمان مقره انتقل لثالث مرة الى بقى مكانه النهائي واللي موجود لحد دلوقتي هو 100 عقبة بالمهندسين في شارع جامعة الدول العربية. وفي سنة 54 الزمالك ابتدى يفكر انه عايز يجدد الملعب الفريق، وعايز يدور على رجل اعمال يمسك النادي. وساعتها جه عبد الحميد الشرنوبي او عبد الحميد الشواربي، ساعتها جه محمد عبد الحميد الشواربي مسك النادي في الفتره بتاعته الفتره الرئاسيه، وانتخب للفتره الثانيه، لكن هو ما قدرش انه يعمل اللي مطلوب منه، ما قدرش اللي هو يجدد المعارض. وساعتها دخل اشخاص بارزه للزمالك كالجنرال حيدر باشا والحاج سيد العناني علشان يقوموا الزمالك ويحطوه في المناصب الاولى والتناصب رقم واحد او الدرجه الاولى الكره المصريه، لان في الوقت الحالي اللي كان موجود فيه جنرال حيدر باشا والحاج سيد العناني كان عبد الحميد الشواربي خارج مصر بسبب انه فلس. وبعد ما رجع شواربي لمصر ما ساعدش نادي الزمالك باي جانب من الجوانب، وظل محمد شوقي رئيس النادي لان ساب رئاسه النادي بكل اخلاص. وبرده جه في سنه 55 الزمالك لسه بيدور على رجل اعمال عاوز يجدد الملعب بتاعه. وفي سنه 56 واصل وجه رجل الاعمال الشهير
عبد لطيف ابو رجيله وفضل موجود في رئاسه النادي، وساعتها محمد شوقي ساب الرئاسه لعبد الحميد ابو رجيله مع عبد لطيف ابو رجيله، مع ان محمد شوقي انتخب المره الثانيه وكان ممكن يبقى موجود، بس جه عبد لطيف ابو رجيله الرجل الاعمال الشهير علشان يساعد تجديد الملعب. وساعتها لما عبد لطيف ابو رجيله جه مسك النادي اتغيرت القواعد وبقى رئيس النادي بدل ما بيقعد سنتين بس بيقعد 3 سنين. الى ان عبد اللطيف ابو رجيله بعد ما خلص الفتره بتاعته انتخب لفتره ثانيه، لكن هو خرج بره مصر وساب مصر ومشي بسبب فقده كل امواله تقريبا بسبب سياسه الحكومه او المحكمه للشركات الخاصه او حاجه كده، يعني بسبب ان امواله فقدها وبقى مفلس فخرجوه بره مصر زي عبد الحميد الشوابي. ولكن بعد عبد اللطيف ابو رجيله الزمالك ما ملش وفضل بيدور برضه على رجل اعمال جديد، وجه ساعتها علاوي الجزار وكان ساعتها رئيس لشركه او صاحب شركه شرشيب، وكان كمان رئيس مجلس اداره شركه كوكاكولا. ولكن هو جه الزمالك في فتره قصيره جدا الى ان قدر يجيب ريال مدريد علشان يلاعب الزمالك، ولكن برضه خسر ممتلكاته بسبب القواعد الحكوميه وغادر مصر في سنه 1952. وجي بعديه مجلس اداره جديد برئاسه حسن عامر وكان نائبا فخريا محمد شوقي، وظل حسن عامر رئيس النادي الزمالك الى ان هزم الجيش المصري سنه 67 في النكسه. وبعد ما حصل الجيش المصري وخساره الحرب قرر طلعت خيري وزير الشباب والرياضه انه هيعين رؤساء للانديه او مجالس للانديه بدون انتخابات، هو يجيب المجلس كده يقول له امسك النادي ده بدون انتخابات. وساعتها وصل محمد حسن حلمي زمورة بقى هو رئيس النادي، بقى اول رياضي في تاريخ مصر يبقى رئيس لنادي، وفضل رئيس لنادي الزمالك لحد يوليو 71. ومن سنة 71 عاد تاني قواعد القديمة بقى، مجلس الإدارة هيجي بانتخابات، وكمان اتحط حاجة جديدة أو حط قانون جديد إن ما ينفعش رئيس نادي يمسك فترتين متتاليتين، لو مثلا رئيس النادي مسك 3 سنين ما ينفعش يمسك 3 سنين تانيين، هو 3 سنين بتوعه ويتكل على الله. وجه في سنة 71 جه مسك النادي توفيق الخشن وادى ساعتها الرئاسة الشرفية لمحمد حسن حلمي زمورة. وفي سنة 73 انتخب لتاني مرة محمد حسن حلمي زمورة وبقى رئيسا لنادي الزمالك لحد 1984. وفي فترة حلمي زمورة دي قدر نادي الزمالك ياخد 2 دوري و2 كاس، وكمان قدر ياخد 1 دوري ابطال افريقيا. والزمالك بقى ابتدى اللي هو يجول اجيال واجيال، ابتدى الزمالك يطلع فيه لعيبه عظام زي كابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر وكابتن طارق يحيى وكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن حسن المأمور اللي كان حارس مرمى، وبقى كتير واجيال 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 الى ان الزمالك ابتدى اللي هو ياخد بطولات، دوري ابطال افريقيا يجي الزمالك، ابتدى دوريات، ابتدى كاسات، ابتدى الانجازات ترجع تاني لنادي الزمالك. وفي سنة 1988 جه ساعتها حسن أبو الفتوح، وفي سنة 90 مجلس وزارة الشباب والرياضة حطت قواعد جديدة وإن مجلس الإدارة بدل ما يبقى 3 تقريبا و4 لا بيبقى 10 أشخاص في مجلس الإدارة. وفي سنة 1990 جه جلال إبراهيم رئيس النادي بسبب وفاة حسن أبو الفتوح، وفضل المجلس دون مؤقت لمدة سنتين إلى أن جه في سنة 1992 محمد نور الدالي رئيسا للنادي. وفي سنة 92 رجع تاني جلال إبراهيم رئيسا للنادي، مش فاهم ليه رجع رئيسا للنادي بس رجع تاني رئيسا للنادي وبسبب الانتخابات تقريبا، ولكن أمين الصندوق كان يختاره مجلس الإدارة، أمين الصندوق مش بالانتخابات، مجلس الإدارة بيتعين وبعد كده بيعين بعديها أمين الصندوق. وساعتها مجلس الإدارة اختار كابتن حمادة أمام بشكل افتراضي لشغال هذا المنصب. وفي سنة 96 الزمالك جمد النشاط بسبب حزن السقوط على في مباراة الأهلي، وساعتها تجمد النشاط في نادي الزمالك. وفي سنة 96 وصل دكتور كمال درويش رئيسا للنادي، وفضل جمال درويش من 96 لحد 2005 رئيسا للنادي. والفترة دي الزمالك شهد بطولات عديدة وعديدة من دوري ابطال افريقيا لدوري مصري لكاس مصر، الى ان جينا في 2003 في فبراير 2003 خد الزمالك افضل نادي في العالم، ودي كانت تحصل لرئيس النادي كمال درويش، الى ان جه في 2005
وبعد هذه الحقبه الجميله جدا من نادي الزمالك من 96 ل 2005 ابتدى التخبط، لان جه في 2005 مرتضى منصور رئيسا للنادي، ولكن في 2005 تم حل المجلس وجه بدل مرتضى منصور مرسي عطله في 2005، وقعد سنه علشان يرجع تاني في 2006 مرتضى منصور ويمشي برضه في نفس السنه ويجي مكانه في 2006 ممدوح عباس، ويقعد من 2006 ل 2008. وفي 2008 جه محمد عامر، جه في 2008 ومشي في 2009، وجه في 2009 ممدوح عباس ومشي 2010 علشان يجي جلال ابراهيم من 2010 ويمشي 2011 ويجي ممدوح عباس 2011. وهنا تبتدي الكبوه الكارثيه، الكبوه الكارثيه تقريبا بدات من 2009 اصلا بسبب الجيل اللي كان مع الزمالك والتخبطات اللي كانت موجوده في الزمالك بسبب الفلوس، كان في فلوس، كان في تخبطات اداريه كبيره جدا، ابتدى الحل يحصل كتير، 2005 ابتدى الحل، 2006 ابتدى الحل، في 2009 الحل، ابتدى في حل كتير لمجلس الاداره، مفيش استقرار اداري، مفيش اي استقرار اداري لنادي الزمالك، وده ادى ان الزمالك بقى شكله وحش. الزمالك بقى مش كويس، الزمالك بقى جيله وحش جدا، كان بقى ابتدى الزمالك يلعب بقى بلعيبه كسر اللي هم بقى يلعب بقى بعمرو الصفتي واحمد غانم سلطان واحمد سمير، وكان جيل ما يعلم بيه قدر ربنا. الى ان جه في 2018 الزمالك خد اتحل ساعتها مجلس ممدوح عباس. في 2013 اتحل مجلس ممدوح عباس وجه مكانه 2013 كمال درويش قعد سنه 2013 2014، وفي 2013 الزمالك ساعتها جاب بطوله. يعني يعني بص في عهد ده كله، في عهد ممدوح عباس ده كله الزمالك ما دخلوش بطوله، الزمالك ما دخلش بطوله، لكن لما جه كمال درويش في 2013 2014 جاب لك كاس مصر ورجع تاني البطولات. انا في 2008 خدنا بطوله من انبي، لكن بعد كده قعدنا من 2008 ل 2013 ما خدناش ولا بطوله لحد ما خدنا الكاس من وادي دجله في الجونه ساعتها وخدنا الكاس. وفي 2013 في 2014 مشي كمال درويش وجه مرتضى منصور في 2014 للمره الثالثه، لكن المره دي مرتضى منصور فضل مكمل وما اتحلش، لان مرتضى منصور جه مجلس اداره كويس جدا وقدر بقى هو خلاص بقى يعمل جيل جديد للزمالك، مشى كل الجيل القديم وكل الجيل الكبار وابتدى يعمل جيل من افضل اجيال الزمالك، جاب بقى احمد الشناوي وعلي جبر ومحمد كوفي واحمد ديودار ورجع تاني ابراهيم صلاح وجاب طارق حامد وجاب خالد قمر وواسيم مرسي واحمد علي وكان موجود عبد الله الزيزي، وكان موجود جيل عظيم جدا للزمالك في الفتره دي. وقدر الزمالك ساعتها 2015 بعد تكوين لجيل ممتاز وجاب كهربا وجاب محترفين وجاب لاعبين كتير جدا، قدر الزمالك ياخد الدوري بعد غياب من 2004، كان اخر دوري خده الزمالك في 2004، وعاد تاني ياخد دوري في 2015 تحت قياده جوزفالدو فيريرا، خد الزمالك البطوله 2015، وراح كمان خد كاس مصر من الاهلي في بيترسبورت 2015، وخد الثنائيه في 2015، والزمالك رجع، امجاد الزمالك بترجع من جديد يا اولاد، وابتدى الزمالك فعلا ياخد بطولات. والى ان جه في 2015 برضه الزمالك مشى فريرا لاسباب ما حدش عارفها، خسر السوبر في الامارات، فكر مرتضى منصور يمشيه، وهنا حصل التخبط بقى، ان مرتضى منصور من 2014 ل 2020 تقريبا جاب 100 وحاجه مدرب، فانت ابتدى ايه كل موسم 3 4 مدربين يجوا الزمالك. في 2016 حصل التخبط وحصل الهزه، الزمالك ما خدش الدوري لكن خد كاس مصر من الاهلي ووصل فاينل دوري ابطال افريقيا، بس كنا في دوامه كبيره، جه بقى باكيتا وجه ماتريش، بعد كده جه مدرب مصري محمد صلاح، بعد كده جه مدرب مصري مؤمن سليمان، خد كاس مصر من الاهلي فتثبت ووصلنا نهائي افريقيا وخسر. جه 2017 خرجنا موسم صفر، موسم صفر ما عملناش فيه اي حاجه خالص، موسم صفر تماما في 2017، وكمان وصلنا رابع تقريبا، وصلنا الكونفدراليه في 2018 وخرجنا من دور ال 32. 2018 خرجنا من دور ال 32 وجينا بقى عملنا صفقات ثانيه، جبنا بقى كاسونجو وجبنا محمود علي وجبنا صفقات ثانيه، جددنا الجيل بتاع الزمالك، الى ان جه 2018 كان برده موسم كارثي، الزمالك طلع رابع الدوري ووصل الكونفدراليه بجون في الدقيقه 86 من كاسونجو في نهائي كاس مصر ضد سموحه، وساعتها خدنا الكاس في 2018 ودخلنا الكونفدراليه 2019، قدرنا نحقق اللقب في 2019 الكونفدراليه، وقدرنا نحقق كمان السوبر قدرنا نحقق الكونفدراليه 2019، وقدرنا نحقق كاس مصر من بيراميدز، وبعد كده خدنا السوبر الافريقي في 2020، وخدنا السوبر المصري في 2020،
وجينا للي احنا فيه دلوقتي. انا من 2011 لحد دلوقتي الزمالك كان بيحصل فيه تخبطات، الزمالك حصل فيه شويه تخبطات بس قدر يحصل تاني. الزمالك خد دوري ابطال افريقيا 84 و86 و88 وفي التسعينات وفي الالفينات، وخد دوري ابطال افريقيا كتير وخد دوري كتير 12 دوري وخد 26 كاس. فالزمالك الزمالك تاريخه حافل جدا 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 جدا. يا رب نكون قدرنا نوفي وقدرنا نقول تاريخ نادي الزمالك، وقدرنا نقول كيف صنعت الفن والهندسه، بدايه من الجيل التاريخي للزمالك بتاع حسن شحاته وجعفر وكل دول، الى جيل الاحلام، الى فريق الاحلام احمد الكاس وحسام حسن وابراهيم حسن وكل دول. والزمالك ساعتها بفريق الاحلام ده ما قدرش يحقق ولا لقب، لا ده كمان خسر 6-1 النادي الاهلي. ساعتها الجيل اتفك تماما بعد حل المجالس وبعد التخبط اللي حصل ده، الى ان جينا في 2014 عدنا تاني الانتصارات وعدنا تاني البطولات. واه مرتضى منصور رجع تاني البطولات للزمالك ورجع تاني الامجاد للزمالك، بس مرتضى منصور معادي جمهور الزمالك، ومرتضى منصور ولا جمهور الزمالك بيحبه ولا هو بيحب جمهور الزمالك، ويفضل الصراع ما بين مرتضى منصور وجمهور الزمالك لحد ما يمشي من النادي. في الاول والاخر ده كان رايي انا في تاريخ الزمالك، وده كان سرد في تاريخ الزمالك. يا رب كل حلقه عجبتكم، فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في قناه اشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، عشان في حلقات صايعه جدا جايه الايام اللي جايه في رمضان. فاتاكد ان انت عملت اشتراك وفعلت الجرس، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكربشن تحت، فيسبوك وتويتر وانستجرام. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.